موضوع مهم وموضوع فعلا بقى شريحة كبيرة، وبقينا كلنا بنلجأ الحقيقة فعلا للأكلات السريعة غصبا عنا، ونظرا لل يعني اليوم السريع والسيدات بتشتغل وبيبقى الحاجات على القد زي ما بيقولوا ايه، بسرعة بسرعة حاجات سريعة، الولاد بتزهق، فأصبح الموضوع ده شوية مرهق. صح، مع ان احنا مهملين على الجانب الآخر وهو الجانب الصحي بقى، ان احنا يعني ندعم نفسنا بايه، ما احناش عارفين نبدأ منين. في ناس تبقى عارفة لانها بتبقى يعني تعرضت لبعض مثلا لا قدر الله الدروبات مثلا نقص فيتامينز واتيفر حاجه تعبتها فرجعت للدكتور فوجهها، في غيرهم ما توجهوش. فاحنا عايزين نتكلم عن الموضوع ده بقى باستفاضه النهارده، ازاي نعرف احنا فعلا امتى محتاجين ندعم نفسنا، وايه اللي نبعد عنه، ايه اللي كويس وايه اللي ممكن ناخده يعني من الحياه دي بس مقنن وما نفرطش فيه. يعني عايزين نصايح بقى، الحاجات اللي نبدا بيها الاول قبل ما نتكلم على طبعا اساس حلقه يعني الفقره بتاعتنا النهارده. النصايح للناس اللي بتتفرج علينا حاجات بسيطه جدا، ان احنا نغير اللايف ستايل بتاعنا. يعني ايه نغير اللايف ستايل بتاعنا؟ ما ينفعش ان احنا ما نشربش ميه. بلاقي الناس كتير وللاسف كنت انا اولهم بنسى اشرب ميه، حصل لي كومبليكيشنز رهيبه مع طبعا مع نقص الميه، فلازم يبقى جنبنا الازازه. عطشانه مش عطشانه كل شويه اخد بقين ثلاثه، دي رقم واحد. رقم اثنين نبتعد عن التدخين. التدخين ضار جدا، بتكلم على فيتامينات كضد اكسده، نعوض شويه خطوره التدخين، لكن لا مفر من خطر التدخين أكيد. والامراض اللي بيصحبها التدخين. عدم النوم، يعني لازم ننام كويس. الاكل ما ينفعش ان انا اخلي الوجبه الرئيسيه الساعه 10 بالليل، ما ينفعش، لان ده هيديني خمول رهيب وتعب وكسل رهيب. ما ينفعش ان انا احط سكر على الشاي والقهوه وبعدين اكل حلويات وبعد كده بالليل اخد سكريات تاني. ما فيش مونيتور لنسبه السكر في الدم، لازم اقيم نفسي انا باكل قد ايه سكر طبعا. يعني لو هاكل دلوقتي قطعه حلو ما اشربش بقى حاجه فيها سكر تاني. يعني فهم؟ او اكل فاكهه بالزبط. لا بلاش. الفاكهه الحاجات اللي فيها سكريات العنب يبقى بحذر، يعني ما بقاش كيلو عنب واقول انا باكل فاكهه. بيمسكوا ما شاء الله يقول لك انا باخد ثمرتين وباكل كيلو فاكهه كله. اصل العنب كده حبه ورا حبه، يعني ما ينفعش اكل مانجا كتير جدا مثلا. مانجا والتين والبلح والعنب بمقدار معين، حتى البطيخ بقى مسكر قوي برضه. بس البطيخ اقل لهم في السعرات واقل لهم في نسبه السكر. طيب نعمل ايه بقى مع اللايف ستايل اللي اتغير ده؟ عايزين نزود طاقتنا، وعايزين نزود مناعتنا، وعايزين نزود تركيزنا، ان احنا لازم نلجا للمكملات الغذائيه اللي تحتوي على فيتامين بي كومبلكس، ده للطاقه والنشاط. دي اصبحت ضروره يا دين. دي اصبحت ضروره خلاص، ما فيش حاجه اسمها اختيار. كان زمان لما كنا بناكل اكل صحي، صح كده؟ لا، يقول لك ايه ده ايه ده، دي مهتميه بنفسها، دي بتاخد فيتامينز. هو الموضوع مش مهتميه حاجة، انها يعني ده ان حاجه مش بعيد يكون يعني عندها مشكله وهي فعلا بتدعم. ايوه. طيب الفيتامينز المهمه جدا لو بتكلميني على النشاط والطاقه، هو رقم واحد فيتامين ب الكامله، فيتامين بي كومبلكس كل انواعه، لان ده اللي بيحول لي الفيتامين ده بيحول لي الاكل لطاقه، الكربوهيدرات اللي احنا بناخدها لطاقه، وبيحول لي الاكل لطاقه. الطاقه مهمه جدا، التمثيل الغذائي مهم، الطاقه مهمه مش بس للحركه. الطاقه مهمه لتدعيم الصحه النفسيه. الطاقه مهمه للطاقات الخفيه، للتنفس، محتاجين طاقه. احنا ما بنحسش ان احنا بنتنفس لكن دي طاقه يا جماعه. عمليه الهضم دي عمليه مركبه جدا، دخول الاكل من البق لغايه ما بينزل المعده والامتصاص والاخراج، دي طاقه رهيبه، فلازم ندعم الطاقة حتى للطاقات الخفية. نقل الهرمونات بتاعتنا في الدم من الجلانز أو من الغدد لمستقبلاتها في الخلايا، وما يحصليش خلل في الهرمونات، دي طاقة. نقل الخلايا المناعية، إن الوايت بلاد سيلز والأنتي بوديز تمشي في الدم تحارب أي جسم غريب دخل عليها، دي طاقة، كل الحاجات دي طاقة. طيب إزاي نعرف ندير طاقتنا، سواء الطاقات اللي مش خفية والطاقات الخفية؟ بقلب مالتي فيت. برشح جدا هذا المكمل الغذائي. ليه بقول ألب مالتي فيت؟ لانه اعتقد يعني الوحيد اعتقد اللي يلم بعائله فيتامين ب الكامله، ودي اللي بيميز المنتج الغذائي ألب مالتي فيت، انه بيحتوي على فيتامين بي 1 و2 و3 و5 و6 و7 اللي هو البيوتين، و9 الفوليك اسيد، والكوبالامين ال12. بيحتوي على عائله فيتامين ب كلها، فهيديني نشاط عالي،
هيديني طاقة عالية، هيديني تركيز أحسن، هيديني صحة في أعصابي. طبعا هنا الصورة موضحة لي ألب مالتي فيت دخله كام فيتامين كده احنا مجزئين نوعية الفيتامينز كلها بالظبط. طيب الزنك مكتوب الزنك رقم واحد. الزنك يعني طاقة، يعني مناعة، يعني خصوبة، تدعيم الخصوبة عند الرجال، يعني تحسين الشعر والبشرة. زنك مهم لكل العمليات الحيوية في الجسم ولكل الخلايا اللي بتتجدد. عندي خلايا كتير بتتجدد، الدم نفسه، النخاع بيجدد لي كرات الدم الحمراء، بعد 3 شهور الكبد بتلفها ويرجع تاني النخاع يجدد كرات الدم الحمراء. عندك الشعر، بصيلات الشعر بتتجدد، الشعر نفسه بيتجدد كل 3 شهور. عندك الضوافر بتقع وبتطول، يعني اي طبعا عند الرجل تجديد الحيوانات المنويه، فكل اي حاجه في البني ادمين بتتجدد محتاجه زنك رقم واحد. كويس. فانا عندي بقى في ألب مالتي فيت الميزه اللي فيه انه الاعلى في تركيز الزنك. ف 23.9 اعتقد مقارنه بمكملات اخرى هو اعلى فعلا. هو اعلى واحد. فمعنى كده مناعه، طاقه، ذكوره، وات ايفر. عندي ألب مالتي فيت الاقوى كمضاد اكسده، لانه بيحتوي على فيتامين سي وبيحتوي على فيتامين اي. الاكسده مهم قوي، انا جسمي كل يوم بيتاكسد. حاجات كتير قوي بتاكسده، الاكل اللي مش صحي، وارجع اقول الزيوت اللي بنحمر بيها مره وثلاثه واربعه وخمسه وبنستخسر نشتري تاني زيت. ده 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 دمار للصحه. طول ما انا بعلي الخلايا الحره في جسمي، وطول ما انا بعلي الاكسده، وطول ما انا بعلي الالتهابات، والدراسات اثبتت العلاقه بين الجذور الحره والاكسده والسرطان. ففي دراسات كتير عملت العلاقه دي مع بعض. طول ما انت بتعلي الالتهابات ممكن تبقي عرضه لهذا المرض. فلازم طول الوقت اخد انتي اوكسيدنت، طول الوقت اخد انتي اوكسيدنت عشان احمي نفسي من الفيروسز والبكتيريا واقلل الالتهابات في جسمي. طبعا ألب مالتي فيت عظيمه، زي ما احنا شايفين ده شكل الصوره، زنك ولازم تحط قدامه كابر. ما ينفعش يا جماعه امشي على مكمل غذائي زنك لوحده على المدى الطويل، ده هيوقع لي كابر اللي هو النحاس جدا. والاثنين بيشغلوا بعض. كويس. عندي ايه كمان داخل ألب مالتي فيت؟ عندي الكالسيوم اللي هو بيساعد على تكوين خلايا العظام. عندي داخل ألب مالتي فيت زي ما احنا شايفين، وده بنحتاج كنا ناخده خارجي لوحده اصلا، بس كويس ان هو موجود جوه المكمل. والحلو اللي فيه نسبته 70، انا محتاجه يوميا انتيك من الكالسيوم 1000. ليه الحلو؟ انا عاجبني جدا نسبه الكالسيوم، عشان ما بحبش ان نسبه الكالسيوم تعلى في الدم او يحصل ترسيب. ألب مالتي فيت لا يمكن ان نسبه الكالسيوم تعلى، لان انا محتاجه اكثر كنسبه. هاخد الكالسيوم منين؟ هاخده بامان يعني. الكالسيوم مصادره منين؟ من الاكل، الالبان، المكسرات، ومن الخضار البروكلي والجبن بقى والبيض والحاجات دي. طب